أهلا بكم من جديد. المزيد عن أداء الأسواق العالمية في تداولات اليوم سنتحدث عنها مع ضيفي في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. دعنا نبدأ بانحسار تهديدات إيرما وكوريا الشمالية وتأثير ذلك على الدولار اللي شفناه كان يميل إلى الاستقرار أكثر اليوم في جلسة تداولات اليوم. تقييمك لأداء هذه العملة؟ طبعا انحسار التوترات اجمالا والمخاوف تضاءل مخاوف المستثمرين ادى الى توجههم نحو الاصول ذات المخاطره بشكل اكبر وفتحت شهيه المخاطره بشكل اكبر. طبعا الدولار الامريكي كان يعني معرض لضغوط كبيره في الفتره الماضيه. هذا الاستقرار يعتبر ايجابي، لكن هل الأساس أو الاتجاه العام للدولار الأمريكي لا يزال إلى تأكيدات حتى يعود للاتجاه الصاعد؟ بالتالي ممكن مستويات 93 لمؤشر الدولار الأمريكي تبقى مستويات مقاومة مهمة أمام مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، لأنه لا يزال هناك مخاوف التضخم المتراجع وقرار الفيدرالي الذي ننتظره في هذا الشهر. ارتفاع التضخم في بريطانيا حسب البيانات اللي ظهرت اليوم، هل برأيك سيغير التوقعات بشأن إبقاء معدل الفائدة كما هو بالنسبة أو في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل القادم؟ طبعا 0.25% معدلات الفائدة البريطانية من المتوقع أن تبقى كما هي، على الرغم من القراءة الإيجابية لارتفاع مستويات التضخم اليوم اللي شفناه ب 2.9% ارتفاع، لكن هذا التضخم هو مرده إلى تراجع قيمة الجنيه الاسترليني في الفترة الماضية. حتى نقف على هذا التضخم إذا ما كان إيجابيا يجب أن نرى بيانات سوق العمل التي ستصدر يوم غد، وأعتقد يعني تأخر البيانات بالصدور قد لا يشكل لدى المركزي البريطاني القرار الكافي أو الرؤية الكافية لإمكانية الرفع، لكن على الأقل هناك عضوين سيصوتان لصالح الرفع. نعم. طيب سيد رائد، الذهب شفنا اليوم يوسع الخسائر طبعا مع انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، إلى أي المستويات سيتجه برأيك الذهب؟ حقيقة تماما بعد عودة شهية المخاطرة يعني بدأ المستثمرون يتخارجون من الذهب والين الياباني وغيره من الملاذات الآمنة. طبعا الذهب لما كسر عنا مستويات 1330 دولار للأونصة يعني كان هناك إشارات واضحة أن إمكانية الهبوط ستكون أكثر من 15 إلى 20 دولار على الذهب خلال الفترة القصيرة. طبعا الأمر منوط بأي مستجدات يعني تغذي الطلب على الذهب، لكن هل ممكن أن الذهب ينخفض بشكل أكبر دون مستويات 1300 دولار للأونصة؟ لا أعتقد ذلك. لا يتزال هناك مقومات كافية للإبقاء على الذهب على الأقل حوالي مستويات 1310 دولار للأونصة، خصوصا أن ضعف الدولار الأمريكي مقوماته لا تزال موجودة على الأرض، خصوصا بما يتعلق بقرار الفائدة هو الذي يحكم بشكل أكبر. فبالتالي مع الأكشنز أو الأحداث الكثيرة قد تعود الشهية نحو الذهب أو توجه. هل هناك أي تغير في بالنسبة لتوقعات رفع الفائدة الأمريكية هذا العام؟ بلا شك يعني أصبح هناك تشكيك كبير بإمكانية أن يكون هناك رفع أساسا لأسعار الفائدة في هذا العام بناء على البيانات المتراجعة من الاقتصاد الأمريكي. طيب سوق النفط كانت تترقب صدور تقرير أوبك ووكالة الطاقة الدولية بشأن مستقبل النفط. كما ورد قبل قليل التقرير الشهري لأوبك يتوقع زيادة الطلب على النفط في العام المقبل، فبالتالي تقرير وكالة الطاقة هل سيكون بنفس هذه النظرة أو النظرة المتفائلة لتقرير أوبك برأيك؟ إجمالا هناك تفاؤل من ناحية ارتفاع الطلب على النفط. طبعا الأحداث والكوارث قللت من الطلب على النفط في الفترة الماضية، ومع انحسار الإعصار الأمريكي عاد تفاؤل بإمكانية ارتفاع الطلب بشكل أكبر، وإضافة إلى مثل هذا التقرير وأعتقد أيضا تقرير وكالة الطاقة سوف يغذي ارتفاعات أكبر لأسعار النفط التي يمكن أن تتسلق نحو مستويات 50 دولار للبرميل بالنسبة للWTI، ولكن قد
يعني تستقر عند هذه المستويات. حاليا نرى بعض التصحيح السعودي يعني بالاتجاه الصاعد، ممكن ان يستمر لحوالي دولارين او ثلاثه ومن ثم تستعيد الاسواق او تعود الاسواق مجددا لتقييم امكانيه استقرار هذه الاسعار عند مستويات ال 50 دولار للبرميل. راد الخضر رئيس قسم الابحاث في ايكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه. شكرا لك. Thank you.